$50 ل$100 ده مطلوب لتوثيق حساب انستجرام، وهذه العملية سهلة جدا، يمكن أن تتعلمها في 10 دقائق فقط. هذه الخدمة يطلبها الكثير من الناس، سواء المواقع العربية أو المواقع الأجنبية، أتدور عليها في مواقع تقديم الخدمات زي الفريلانسر والمواقع العربية خمسات وغيرها. ده الدرس النهاردة اللي هنتعلمه على قناتنا شرح بسيط، وذلك استكمالا لكورس اربح وتعلم او تعلم واربح، واللي قدمنا فيه هذا الفيديو للموشن جرافيك، وهنكمل ان شاء الله في الموشن جرافيك والفيديوهات الموشن جرافيك بعد كده. كنت اقول مرات شاهدنا شرح بسيط، رجاء الضغط على الزر الاحمر الاشتراك حتى يصلك كل ما نقدمه من فيديوهات، لا تبخل علينا لايك شير، وايضا فعل زر التنبيهات حتى يصلك جديد ما نقدمه. النهاردة لو دخلنا على هذا الانستجرام او حسابنا في الانستجرام او اي حساب في الانستجرام، طبعا الانستجرام هو في الاصل تطبيق على الاندرويد او التليفونات، ولكن يمكن انك تفتح هذا الانستجرام على التليفون بتاعك. ده بتفتح الصفحة الرئيسية بتاعت الانستجرام قبل ما بتدخل كده، وبعدين بتعمل كليك يمين في اي حتة من الصفحة وبتضغط على انسبكت، فبتفتح لك صفحة على الجنب زي ما انت شايف كده. هنا مستطيلين بتضغط عليهم، هما بيظهروا لك باللون الاسود، بتضغط عليهم باللون الازرق، وبعدين بتعمل ريفريش للصفحة، بتظهر لك الصفحة بهذا النظام او بالجزئين دول كده. بتقدر هنا بيظهر لك هنا علامات، المؤشر بتاعك بيتحول الى دايرة سودة او رمادي زي ما انت شايف كده. هنا بالضغط على كلمة زائد او بلس بتبدأ تضيف الصور بتاعتك، يعني احنا لو ضغطنا على بلس بيفتح لك الصور بتاعتك. لو حطينا الصورة دي وقلنا له اوبن، بتبدأ الصورة بتاعتك تنضاف اهيت، وبعدين بتقول له نيكست، وبعدين هنا بتضيف اللي انت عايز تكتبه، وهنا بتضيف اللي انت عايز تكتبه، وممكن تحط موقع او عنوان الصورة زي ما احنا هنجيب عنوان الصورة اهو او اللينك بتاع الصورة، وبعدين بنقول له باست، وبعدين بنقول له شير. هتبدأ الصورة تتنشر عادي، نزلت الصورة بتاعتنا هيت على الانستجرام اهو، دي الصورة بتاعتنا اهي على الانستجرام. ده اول شيء نتعلمه ازاي نفتح الانستجرام من الكمبيوتر او جهاز الكمبيوتر. ده طبعا للي عنده شغل كتير وبيعمل حاجات كتيرة على الكمبيوتر وعايز ينشرها على الانستجرام، دي الفكرة الاولى. طيب الفكرة التانية ازاي اوثق حساب الانستجرام بتاعي. نضغط كده على عشان نروح على الصفحة الرئيسية. اولا علشان نوثق الانستجرام لابد انك تضع في الاعتبار ان الحساب ده يكون حساب اما بيزنس مشهور او معروف، او انك شخص مشهور او معروف، او يعني ليك موقع تجاري معروف او علامة تجارية معروفة، او انك يعني كل حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل نفس الصورة وتحمل نفس الاسم اللي انت هتدخل بها او مشترك بها على الانستجرام. بعد كده بنشوف ايه النصائح اللي انت ممكن تتبعها او ممكن نقدمها لك في هذا الدرس علشان تحصل على توثيق الحساب وتحصل على العلامة الزرقاء زي ما بيسموها زي ما انت شايف. اولا بتقوم بتضمين رابط حساب الانستجرام ده ضمن رسائل البريد الالكتروني مع من تراسلهم، سواء كانوا عملاء مستخدمين او
حتى ناس عاديين لابد انك تضمن رابط الانستجرام بتاعك في الرسائل بتاعك. ثانيا لابد انك تضع صورة حقيقية ومعبرة في الحساب، فان كان مثلا حسابك شخصي فضع مثلا صورة واضحة لك شخصيا وليست صورة تعبيرية. تالت حاجة انك بتستخدم وصف مناسب في خانة البايو، ويجب انه يحتوي على اسمك او اسم موقعك او شركتك او اسم الخدمة اللي انت بتقدمها بشكل واضح، وبنصح او بينصح بانك تحط كلمات مفتاحية بيسهل على محركات البحث ايجاد موقعك او خدمتك او اي شيء يخصك على الانترنت. بكده انت بتكون او بتقدم طريقة سهلة او اجراءات سهلة بيتخذها الانستجرام علشان يفعل حسابك ويضع لك او يوثق. اخر حاجة حاول الحصول على مقالة خاصة بك في ويكيبيديا ومواقع اخبارية ومدونات مشهورة بشكل مباشر او غير مباشر، لان الامر ده مهم للحصول على مقابلات في القنوات الفضائية. وطبعا لا تنسى فانك عند تقديمك للمقالات سواء في ويكيبيديا او في مدونات او في مدوناتك الخاصة او اي مراسلاتك او بوستاتك او كومنتاتك لابد انك تضع رابط الانستجرام بتاعك او تضمين رابط الحساب الانستجرام بتاعك. بكده بتسهل لما بتقدم الطلب، بتسهل على الانستجرام ان هو يوثق حسابك بسهولة، لانه هيجدك حساب موثق في كثير من المواقع وكثير من الطرق. طيب ايه هي بقى علشان تدخل على توثيق الحساب؟ ايه اللي انت بتعمله علشان توثق حسابك؟ كده خلاص انت عرفت كل المعلومات اللي يجب انك تعرفها عن توثيق حساب الانستجرام. طيب ايه هي بقى طريقة التوثيق اللي انت ممكن تتبعها لنفسك او تتبعها لغيرك وتقدمها خدمة تستطيع انك تربح منها؟ اولا انت بتفتح تطبيق الانستجرام، وطبعا يستحسن ان يكون على التليفون بتاع حضرتك، وبتنتقل الى ملفك الشخصي او ملف الشخص اللي انت هتقدم له الخدمة، وبتنقر او بتضغط على رمز القائمة في الزاوية اليمين العليا اللي هي بتبقى 3 شرط تحت بعض، وبتوصل معها للاعدادات او السيتنج حسب اللغة اللي عندك، وبتنزل بالماوس لأسفل خالص فبتلاقي هنا حاجة اسمها طلب التحقيق، طلب التحقيق او بالانجليزي ريكوست فيريفيكشن او ريكوست فيريفيكشن. بيظهر لك صفحة، بتملى الصفحة ديت باسمك واسم العائلة ورقم التليفون والايميلات والمواقع وكل البيانات. بتلتزم طبعا انك بتملى البيانات بيانات صحيحة شخصية، ولابد ان هذه البيانات تكون متطابقة مع صورتك في كل المواقع السوشيال ميديا، واسمك في كل مواقع السوشيال ميديا، واسمك في موقعك، وصورتك في موقعك ومدونتك. يعني كل هذه الاشياء اللي انت بتحطها في الانستجرام لابد انها تكون متطابقة زي ما قلنا على مواقع السوشيال ميديا ومواقع الانستجرام. وان كان لك علامة تجارية او غير علامة تجارية لابد انك تكون متطابقة ايضا معها، حتى تستطيع ان الانستجرام لما يراجع طلبك يجد فعلا هذا الحساب موجود في كل الاشياء التي تخصك في الانترنت، سواء مواقع التواصل الاجتماعي، سواء موقعك الشخصي، سواء علامتك التجارية، سواء مدونتك، كل شيء تمام متطابق مع بعض. بعد ما بتملى هذه الحقول بتضغط على كلمة ارسال، بتضغط على كلمة ارسال. طبعا التوثيق او مراجعة الطلب بياخد وقت وليس بسهولة، كويس لازم تفهم العميل بتاعك انه بياخد وقت ومش بسهولة. وايضا لما تقدم الخدمة للعميل لابد انك تراجع كل الاشياء اللي احنا قلناها، تراجع حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنصحه بتغيير لو كان كل حساب له اسم او له صورة بتنصحه بالتغيير حتى تتطابق كل المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا او علامته التجارية او موقعه او متجره، كله تتطابق مع بعضه حتى يتم بسهولة توثيق
الحساب بتاعه، وبكده انت بتستطيع انك تقدم خدمة للعميل تقدر تقدمها له لانك فاهم وعارف المعلومات اللي انت هتقدر بها توثق للعميل حسابه وتحصل على العمولة بتاعتك او الاجر بتاعك. بكده نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس البسيط والسهل جدا. في النهاية بتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، وفي النهاية ايضا لا تبخل علينا لايك شير ولا تنسى الاشتراك في القناة وفعل زر الاشعارات حتى يصلك كل جديد مما نقدمه على كورس تعلم واربح. والى ان القاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.